بلاش. بصراحة كل الناس كانت مساندني في قراري، مش حد قال لك لا خالص من خالص، اللي انت كنت وصفته غير ان انا في عايز النادي العب الاهلي، غير في النادي الاهلي الجهاز الفني ما كانوش عايزين نمشي، كابتن طارق سليمان وكابتن حسام البدري والناس اللي موجوده وكابتن سيد، ما حدش كان عايز نمشي. يعني دي شهاده حق لازم اقولها، لكن انا خلاص كنت واخد القرار وماشي. وانا كل الناس الحمد لله، يعني انا عايز اقول لك، انا فاكر ان انا يوم ما مشيت من النادي الاهلي ومضيت في مصر المقاصه، انا نزلت صوره بالبطولات اللي انا خدتها، بالميداليات والكؤوس اللي انا خدتها في بيتي. مش عايز اقول لك كميه التعليقات الحلوه اللي ادتني دفعه من جمهور النادي الاهلي عامله ازاي، في البوست اللي انا نزلته، الصوره اللي نزلتها دي، كميه والناس في الشارع وحتى في النادي بعد ما مشيت. لما رجعت الكابتن حسام بدر، انا فاكر ان هو قال لي انا ما اعرفش ان انت الناس بتحبك قوي كده. انا كده لما نزلت امبارح بوست عندي، الكلام اللي انا قريته انا قلت فيه ايه؟ أنا ايه؟ حاجه جميله جدا يعني. انا كنت مبسوط، بقول لك انا والله العظيم بحلف لك بالله العظيم ان انا عينيا فعلا يعني هنستنى من دلوقتي يا كابتن، ده احلى خبر سمعناه، ده اجمل مش عارف ايه، ده احمد والانتماء. طب انا هقول لك حاجه، الفتره اللي فاتت كان موجود مفروض ان انا في مفاوضات من نادي الزمالك، الكلام ده طبعا انا ما قلتوش خالص يعني، وكانت مفاوضات جديه يعني. ولما جنش اتصاب وكده، وطبعا نادي الزمالك ده يعني نادي كبير والناس أكيد كلها اكيد، وشرف لاي حد انه يلعب في اهلي وزمالك، دي حاجه كبيره يعني. فقعدت مع مسؤولين في نادي الزمالك وبتاع، يعني مش هقول لك ما قعدتش وكلام، لا قعدت واتكلمت مع ناس مسؤوله وكل حاجه، وفي امور ماديه بس عارف انت لما جيت تاخد القرار ان انا امشي من مصر المقاصه، وكان مصر المقاصه عندهم استعداد ان انا اروح الزمالك، مفيش مشكله خالص، ما عندهمش مشكله، بس انا ما قدرتش والله العظيم، صدقني اقسم لك بالله. والكلام دوت يسال فيه ناس يعني، مش هينفع عشان ما احرجهمش، ناس في النادي الاهلي انا يعني ناس قريبه مني كلمت معاها، حب النادي، حب الناس وعشره السنين مش بالساهل والله ولا بالفلوس، وكل التقدير والاحترام للناس اللي فوضتني من نادي الزمالك فعلا أكيد. والله ناس محترمه جدا وكده. وانا بالنسبه لي قراري، حتى اول مقابله بيني وبين كابتن احمد حسام ميدو قلت له قراري، هو بيقول لي، قال انا عارف ان نادي الزمالك عايزك والنادي بيفاوضك وبتاع، مع اول كلمه انا قلت له قراري، قلت له انا هكمل يعني في مصر المقاصه. تروح وتلعب منتخب مصر، انت عارف الاهلي وزمالك طبعا طبعا، ونادي الزمالك نادي كبير جدا وشرف لاي حد، نادي 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 محترم ونادي ليه كيان وجمهور، ولكن انا بالنسبه لي حب الناس وعشره السنين وجمهور النادي الاهلي ده عندي بالدنيا. فكنت من ساعتها من هنا خدت القرار خلاص اقفل الموضوع، قلت له كابتن حسام ميدو كان شايف ان انا خلاص انا كمان موافق يعني، هو كان واصل له ان انا همشي. قلت له بص يا كابتن، انا في المقاصه وفي الفيوم، النادي ده نادي محترم وانا عايز اكمل، وانا معاك، هروح منتخب مصر. وما ندمتش؟ لا خالص 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 ما ندمتش خالص، لان انا جربت ان انا اشوف احساسي هيوديني لفين واقعد بالظبط، عايز اقعد اشوف، بس انا ما قدرتش والله اقسم بالله وحياه ابني، انا زي ما بقول لك كده بالظبط، انا ما كانش هيبقى عليك اي لوم، خلي بالك. لا خالص، يعني اصل اقول لك حاجه، مع احترامي ليك، انا النادي الاهلي مثلا ما طلبنيش فانا قلت لا، فاهم قصدي؟ لا بالظبط، انا بتكلم في كده، فكوره بقى واحتراف، لا انا من وانت حق اي حته بالظبط، بدل ما النادي الاهلي فانا من حق اشوف اكل عيشي وانا راجل محترف لكن بيجي لك وقت كده معلش، الاحتراف واكل العيش وبتاع، لا انت لازم تفكر بعاطفه شويه. انا فكرت بعاطفه شويه بصراحه، وجمهور النادي الاهلي ودعمه ليا ومساندته لا يستحق اكتر من كده بكتير. لو انا عرفت الناس بتحبك بجد، الكره الاحترافيه او العصر الاحترافي اللي احنا فيه
وكمان انت كمان عامل حاجه جميله قوي وروابط جميله جدا بينك وبين الجماهير، ومحدش كان هيقول لك يا احمد انت ليه رحت الزمالك، انا رايح برضه نادي شعبيه كبيره طبعا وهيبقى قريبني من المنتخب شويه وقربني من المنتخب شويه وانا مستواي الحمد لله. أكيد. بتعرف الاهلي والزمالك بقى العين عليهم اكتر من اي نادي، مع احترامنا طبعا نادي مصر المقاصه نادي كبير جدا طبعا، لكن بتكلم بقى في ضغط جماهيري وازاي ما يروحش، وانت بالرغم من كل ده فضلت ان انت بتشتري خاطر جماهير نادي الاهلي. طبعا طبعا، وعشرة سنين وانا ما كنتش هقدر اخد الخطوه دي، خلي بالك يعني انا زي ما بقول لك انا قعدت وكل حاجه، لكن انا من جوايا انا مقتنع. عمال بتختبر نفسك. لا انا مقتنع ان مش هيحصل. انا من جوايا مقتنع ان مش هيحصل، صدقني والله العظيم. لكن ما كانش فيه اي اختلافات؟ لا الناس محترمه بصراحه، والناس اللي قعدت معايا ناس محترمه، والناس اللي كلمتني في التليفون والناس اللي جات لي قعدت معايا وناس محترمه جدا بصراحه، وما كانش فيه اختلافات خالص. وخلي بالك هو الموضوع اتقفل اصلا عند مصر المقاصه، انا ما كلمتش المسؤولين قلت لهم انا مش عايز اجي لكم، ده ما حصلتش. لكن انا بالنسبه لي مسؤول مصر المقاصه كلموني وسالت لهم محمد عبد السلام، قلت له انا قاعد معاكم انا مش ماشي. فحتى هو استغرب، فقلت له لا انا قاعد معاكم مش ماشي، وانا حاسس ان انا مبسوط معاكم، لو انتوا عايزين تمشوني دي قصه ثانيه. قال لي لا طبعا، وكان يعني كان بصراحه الاتجاه بعد كده لما لقوني رفضت كان الاتجاه يعني بصراحة كويس جدا. انت عملت حاجة تحسب لك بجد والله، لحب الجماهير فعلا ملوش طبعًا. اي تمن طبعا، وهتشوف فيما بعد واكيد انت شايف. اكيد طبعا. شبيطة لما كنت بمرن في بتروجيت